السلام عليكم. محاضرة يومية مواد الحاسوب، محاضرة رقم 12، واللي تعتبر نهاية الفصل الثالث من الوورد إن شاء الله. متحدث معكم مدرس مها محسن من قسم تكنولوجيا معلومات الاتصالات التابع إلى معهد تكنولوجيا بغداد. اليوم محاضرتنا من صفحة 130 وصفحة 145 من ضمنها أسئلة الفصل الثالث. المحاضرة اليوم تكون حول دمج المراسلات. عندنا عدة مراسلات، فالمراسلات تحتاج إلى دمج، فمن خلال دمج هذه المراسلات راح نشوف حقل دمج المراسلات. راح يكون في تغيير جدول الدمج وكتابة عنوان وسطر للترجمة، هاي كلها من ضمن كتابة الحقول وإدراجها وإدراج حقل معين للدمج. كل هذه موجودة عندنا من ضمن تبويب معين. لاحظ أنه هذه دمج حقول معينة، مثلا هذا الحقل بهنا مودة زياد اسم العائلة العنوان بغداد العراق. إذا هنا أنا كتبت عدة عناوين للدمج المراسلات هذه، بس سواء على شكل صيغة دمج حقل جدول، وكتب عنوان معين لها وذكر حقل الدمج هذا. لاحظوا هنا عندنا الاسم، اسم العائلة، عنوان الشارع. هذا هو دمج المراسلات اللي صار، دمج الحقول هذه كلها مع بعض وكتب صيغة ملف بيانات حتى يستدل عليه بجدول معين. هنا تعيين حقول دمج المراسلات مين راح تكون من ميلينك، وكتابة الحقول الإدراج تكون بحيث تصير هذه الصيغة لكتابة الحقول حسب النمط اللي انت تحتاجه، عنوان، لقب، عنوان الميدل، الاسم الوسط، يعني كل شيء بالصيغة اللي انت تريدها بالنسبة للمراسلات. نفتح الملف مالنا، هذا هو المستند اللي عندنا، وهذه هي الميلينج، وهنا ستارت ميلينج، هنا ابدي ادمج المراسلات اللي تحتاجها، وهذه هنا هي كتابة وضع ادريسز عنوان معين لها، وضع لينك معين، وضع حقول، شو تريد بالجدول حقول، وهذه ينطينا بريفيو معينة للدمج اللي عندنا، وهي فينيش للدمج اللي عندنا اللي سوينا المرج عندنا. يعني بالبداية نسوي مرج للمراسلات اللي عندنا، وبعدها نخلي ترتيبات معينة منها رايت اي انسرت فيلد للحقل اللي يريد نخلي بيه الدمج، وبعدها هنا المعاينة عندنا، واخر شيء الفينيش اللي عندنا. نرجع هنا للمستند اللي عندنا، هنا مثل ما كتب اكو عنوان، اكو اسم، اكو لقب للعائلة، اكو اسم وصف، اكو عنوان نهائي يقدر يخلي خلال هذا حقل الدمج. هنا نلاحظ نفس الشيء، هذه اسم وصف، لقب مجامل او لقب عائلة حسب ما هو مطلوب. مجموعة معاينة النتائج، هذه البريفيو اللي أصلاً حكيت عنها، ممكن إنه تشاهد المعاينة اللي تحتاجها، وبعد ما تنتهي من المعاينة من النتائج هذه كلها تتأكد من أنها فعلاً هذا الشيء اللي تريده، بعدها تعطي فينيش تنهي السجلات اللي عندك. بالتأكيد أنت من دمجت كان عندك سجل سابق وسجل حالي، سجلات كلها اجت اندمجت مع بعض، وهذه تفيد بالمراسلات. هذه هنا هي مجموعة الانهاء الفينش اللي حكيت عنها، وممكن طباعة تسميات انه انا حسب ما اريد شنو المراجعات اللي اريدها، وتبويب المراجعات اعطي ريفيو، اعطي يعني معاينة لها بحيث تعطيني نتيجة المعاينة المطلوبة. في الحالة هذه المراجعات للمجاميع تكون عندنا فيها مجموعة تدقيق، مجموعة لغة، مجموعة تعليقات،
مجموعة تعقب، مجموعة تغييرات، مجموعة مقارنة، مجموعة حماية. هذه منو راح تكون من ضمن الريفيو. أهم شيء بالريفيو هو تدقيق الإملاء اللي عندنا. من بعد الريفيو هذا تدقيق الإملاء، مجموعة تدقيق اللي هي بروفينج. أهم شيء هي عندنا تدقيق إملاء، راح نفتح مستندنا على المستند، وهذه هي الريفيو. الريفيو هذا أول شيء تدقيق إملائي، هنا مجموعة مراجع، هنا الترجمة، وعندنا بعد شنو موجود فيها، إضافة تعليق كمان، إضافة كتابة معينة، تكست معين، إلى آخره من هذه الموجودات هنا عندنا. هذا شكل شيء موجود هنا، ممكن إنه من خلال تطبيق تفتح مستند خاص بيه. وأطبق واحدة واحدة من هذه الصيغ اللي تحتاجها. إذا أول شيء عملية التدقيق الإملائي، هاي لو تلاحظ إذا عندك خطأ إملائي فيظهر لك إنه عندك بالكتابة جوافة خط أحمر متعرج. لما أنت تريد تسوي تدقيق إملائي أحيانا يعطيك مقترحات، والمقترحات من خلال إنه تنظر لها قائمة منسدلة، تنزل لك المقترحات، تنظر هاي القائمة المستندة إذا منسدلة، إذا هي فيها فشي مقترحات يفيدك هو اللي تختاره وراح يروح خط المتعرج، إذا لا يبقى بس بالطباعة. لما تطبع المستند تحرره بالورقة، لو كان عندك هذا ما راح يظهر عندك بالشكل الخط الأحمر المتعرج. هنا عندنا ممكن انه نوصل الى هذه التدقيق الاملائي والنحو خلال الضغط على F7، يودينا الى التدقيق الاملائي والنحو. عندنا مجموعة ابحاث، كيف نبحث على مهام معينة. عندنا مجموعة قواميس مرادفات، وتعطينا صيغة اقتراح كلمات اخرى اللي هي مرادفات اخرى. قبل شوي اللي حكيت انا ممكن تفتح لنا مرادف اخر. عندنا تطبيق ريفرنس مراجعة، عندنا ايضا تطبيق نحوي، عندنا هذا المثال شلون تطبق بي بحيث تكتب بحث عن كلمة معينة وتروح تشوفها موجودة بالقاموس مال المرادفات. كم عدد الكلمات اللي ممكن انه ينطي فيها، يقترح لك اياها، تختار اي وحدة من عندهم حتى تقدر تنزل لك مرادفات. هذه قائمة منسدلة تعطي الترجمة أو الخيارات الأخرى. أو ممكن تذهب إلى توقيف الفايل، ملف الفايل، تنقر فوق خيارات، ومن تدقيق تروح إلى تدقيق القواميس، أيضا تقدر تفتحها بالطريقة السابقة. نفس الشيء مثال رقم 19، هنا الخطوة 1 و2 بالمثال السابق، عيد عليها من الملف واروح ابحث عن القاموس بالملف هذا. هذه كلها تعتبر كواجب لكم. مجموعة اللغة، ممكن انه هون تنطينا ترجمة بترجمة المستند، بس هذه الترجمة مو حرفية وما انصح بيها. نشوف عن صار مستندنا، هذه هنا هذه هي الترانسليت للترجمة، هذه هي صيغة الترجمة. عندك شيء معين انت كاتبه تحتاج الترجمة، تاخذ من هذه الصيغة. حاليا اكو ترجمة افضل من اتا، انه انت تاخذ صورة للشيء وتعطيك صيغة ترجمة، صورة صفحة كاملة أنت كاتبها أو صورة الشيء كامل اللي أنت تريد ترجمة، وترجم لك أجزاء من الترجمة. ما راح تكون ترجمة صحيحة والحرفية المطلوبة. مجموعة اللغة فيها نفس الشيء، صار فيها من ترجمة المستند، فيها أبحاث وتدقيق للمستند اللي عندك. هذه كلها خيارات إضافية انضافت إلى مستند الوورد من ضمن الفصل الثالث. عندنا مجموعة تعليق، كيف انزل كومنت معين، كومنت هذا معين انه انا مجرد اضاف عليه
ينطيني هاي السيدة في كوماند اكتب بيه في الشيء معين اللي اريده. نشوف هنا لغة الكوماند، هذه نيو كوماند، نفتح عندنا هنا نيو كوماند جديد واكتب الشيء اللي اريده. اكتب مثلا مهمة جديدة، جهاز من اتى. اذا هنا كل ما اجي اوقف هنا القى هذا الكوماند اسمه مهمة جديدة. اذا اريد اطلع من عنده اروح للهوم ارجع هنا مهمة جديدة، انزل واحد ثاني ونرجع من جديد. اصبح هنا واحد ثاني. اذا كل مرة هذا ممكن يعطيني كوماند معين، ممكن هذا الكوماند اذا ما اريد كلمة كوماند هذه، كوماند هذه تبقى هذه موجودة. اكتب مهمة جديدة مثلا واحد، هنا أنا اكتب مهمة جديدة اثنين، وهكذا. وانا ما اريد اخلي الكوماند بالضبط انزله، يعني هسه هنا أنا مثلا اريده هنا فانطي نيو كوماند، صار عندي هذا ثلاثة من ترميسهم، هذا ام واحد ام اثنين ام ثلاثة. فاذا هنا اضافت لنا عدة تعليقات بالمستند اللي عندنا بالمكان المطلوب اللي احنا نحدده. هذه مجموعة تعليقات هسه شرحتها وحددتها بالمستند عندنا وين يصير. ممكن هذا التعليق نحذفه، نروح على علامة الاكس او ديليت نوقف عليه ونقطع حذف الكوماند. يعني هنا عندنا هذا هو الكوماند، هذا ديليت، اعطي ديليت انحذف، هذا نفس العملية هنا اعطي ديليت انحذف، هذا اعطي ديليت انحذف. هاي اذا عندي عدة كوماندات تنقلني بين واحد وواحد، يعني ممكن اروح نيكست 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 تعطيني كل شوية الكوماند الجديد اللي عندي. نرجع الى مستندنا هنا، هذه التعليقات اضافتها لكم شلون الصيغة مع التعليق تصير وشلون نحذفه شرحناها هسه. وهنا هناك عدة كوماندات، شوف هنا كتب الفصل الأول، الحاسوب وتطبيقاته، نقدر نضيف عدة كوماند بحيث التعليق اللي عندنا حسب ما احنا نريد. يمكن خيارات التعقب، إذا نريد نغير اللون والحجم ونوع الخط نقدر نتحكم بتعقب التغييرات اللي عندنا. ايضا عندنا تغيير اسم المستخدم للمستند، كيف تغيير اسم المستخدم. مثلا هنا كان عندنا الاسم بالمسبق، اسم المستخدم هو زياد ام عبود، اصبح الاختصار الجديد له هذا زد ام اي. اقدر اغيره واغير اسم المستند المطلوب. هنا مثال على تغيير اسم المستند عندنا، وبعد هو نفس العملية، هذا نفس المثال اللي تكررنا، وكيف اغير بالمستند هذا تعقب التغييرات. هذه تعقب التغييرات فيها علامة القلم، اظهار تعقب التغييرات هذه اللي عندنا، وهنا تغيرت التغييرات اللي عندنا. شوفوا مستندنا هنا هذه، هذه اي تغييرات عندنا ممكن من هنا اتعامل وياها، من هذه اللي بيها اشارة القلم ورق القلم اعقب التغييرات اللي احتاجها. هنا انا زر التعقيبات اصح عليها، هنا انا اتراجع من عدها ما اريد احذفها وهكذا. هذه قبل شوي سويناها مط الكوماند. هنا أنا مجموعة التغييرات تشينج هسه شرحتها قبل شوي، ممكن اخليها وارفضها. نفس العملية هنا مع التغييرات اللي عندنا، وهذه الصورة مقارنة بين المستندين اللي تغير عنده. هذه نفس الشي دمج التغييرات بين المستندين. مجموعة حماية، انه كلمة مرور اخلي كلمة مرور معينة
راح تحميل المستند اللي عندي، وأقدر أضع قيود على هذه كلمة المرور اللي أخليها أنا أخلي باسورد. ففي الحالة هذه انتهينا من الفصل، وصلنا إلى أسئلة الفصل الثالث، وهذه أسئلة الفصل الثالث متروكة لكم، موجودة عندكم مستند البي دي إف اللي عندكم. هذا انتهينا من الورد كلي، وصلنا للفصل الرابع اللي هو مقدمة لمايكروسوفت باور بوينت. شكرا لحسن استماعكم.